تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم حفل تكريم الطلبة المشاركين في الدورة الثانية للمسابقة الوطنية لتعزيز قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي الذي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور الذي يقوم به معهد البحرين للتنمية السياسية في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السلمية في المملكة ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين وتعريف أفراد المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور، مشيرا إلى أن معهد التنمية السياسية هو نتاج للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وهو مشروع رائد في المنطقة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن المسابقة سيكون لها أثر إيجابي من خلال خلق جيل يحمل نشأة سليمة وعلمية في مجال قانون الطفل وحمايته وغرس القيم والمبادئ التي تنمي من وعيهم بشأن حقوق وواجبات الطفل التي ترسخت بموجب قانون الطفل البحريني. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دعمه لهذه المسابقة والتي تطمح إلى تنمية الوعي بأهمية قانون الطفل وترجمة بنوده لحماية الطفل البحريني وتعزيز حقوقه ومكتسباته في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم الطلبة المشاركين في المسابقة والتي تهدف إلى توعية طلبة المدارس بأهمية قانون حقوق الطفل وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية.